طيب خلينا بقى نمسك النبات مع بعض كده واحده واحده ونشوف هنراعيه ازاي، والناس اللي بتتفرج علينا تكون مجهزه ورقه وقلم. اذا النهارده اتكلمنا عن تربه رمليه بتحتوي على نسبه كبيره جدا من النيماتوده، اثر النيماتوده على شجره الليمون، واذا ظهرت عندنا مشاكل النيماتوده بنسب كبيره نتصرف معاها ازاي. طبعا مشكله النيماتوده يا جماعه في مصر يعني احنا مشكلتنا بنتعامل معاها غلط، لان المفروض ان انا ابدا تربه عندي ابدا احللها من البدايه، اعرف النيماتود عندي نسبتها قد ايه، هل موجود اصلا ولا مش موجود، وان كانت موجوده نسبتها قد ايه. ليه؟ لان لما النيماتود عندي بتزيد عن اعداد معينه او عن نسبه معينه بيبدا المعالجه فيها صعبه جدا، وبالتالي احنا بنشتكي من مشاكل مركبات والكلام ده. لكن الصح عندي ان انا ابدا احلل، ابدا اعرف عندي في نيماتود ولا لا، ابدا لو في عندي فعلا نيماتود ابدا اعالجها من البدايه واتعامل معاها. يعني في مركب مثلا زي عندنا بيوكسي ايه في فاهمه، ده مركب عالي جدا في معالجه النيماتوده ومجرب على محاصيل كتيره جدا في معالجه النيماتوده. بس هي المهم مفهوم كده ان انا ابدا اتعامل مع النيماتوده قبل ما تعدي المعدلات الحرجه اللي هي بعدها بيبقى عندي مشاكل جدا في العلاج، والعلاج هيعوز فتره طويله. طبعا النيماتوده دايما بتربطنا باعفان الجذور على طول، يعني نتكلم عن النيماتوده ورا منها على طول اعفان الجذور. طيب اعفان الجذور نعمل معاها ايه؟ يبقى انا عندي كده، لو عندي مشكله يعني النيماتوده لما بتشتغل عندي بتموت لي الجذر، فيبدا على طول الايه الاعفان ورا منها الجذور بانواع او السلالات المختلفه للفطريات. طب نحمي ازاي بقى يعني الجذور بتاعتنا من الاعفان؟ ان انا اكون حريص يكون عندي دوره ثابته لاعفان الجذور، انا بحطها في اول سنه مع بدايه التخريج في فبراير ومارس. لازم احط دوره اساسيه اللي هي احط وليكن استخدم كبريتات النحاس، كبريتات النحاس كده، او اكسكلور نحاس مع كبريت مايكروني، اكسكلور نحاس مع كبريت مايكروني، سجل. تمام، ببدا احط الحاجات دهيت معايا في البدايه، وببدا بعد كده بتابع معايا، هل لو انا في عندي مشكله نيماتوده انا عالجت النيماتوده ابدا ادخل على طول بحاجه لاعفان الجذور. لو المشكلة عالية معايا انا ممكن احط اخلط معايا توبسين مع ماكسين مع فيتافكس 200 جرام من كل واحد منهم، بحطهم على بحقنهم للفدان، ده ان شاء الله بتخلي لي ايه بتظبط عندي. ولازم احط بعدهم حاجه منشط للجذور، عشان الجذور اللي عندنا اصيبت بالعفن دي خلاص ماتت، فانا عاوز اكون دور الجذور الثانيه عشان النبات يستمر والشجره تستمر. احنا كده وقفنا معاكم عند عفان الجذور، نكمل بقى طريقنا مع النمو الخضري وكيفيه الاهتمام بيه وكيفيه يعني الاهتمام بالشجره نفسها، الشجره محتاجه تغذيه ايه؟ تمام، انا غالبا في الشجره عندي في الموالح بصفه عامه ومنها الليمون بتحتاج تقريبا من 90 ل 120 وحده ازوت، تقريبا في نفس الحدود بتحتاج معايا نسبه بوتاسيوم، ده بيوزع على مدار السنه. ونهتم جدا بعنصر الفوسفور لانه بينشط لي برضو الجذور والنبات برضو لانه عنصر طاقه في النبات، نهتم بالكالسيوم اهتمام كبير جدا. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في تاني فقراتنا مع الباشمهندس اسامه محمد نجيب عشان نتكلم مع بعض عن شجره الليمون. اهلا وسهلا حضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا باشمهندس. يعني خلينا نتعرف بقى من حضرتك النهارده على اهم الاصابات الفطريه والاصابات الحشريه اللي ممكن تصيب شجره الليمون وممكن تدمر لنا المحصول بتاعنا كله. هي المشكله القصوى في الليمون النيماتوده واعفان الجذور. كويس. وطبعا النيماتوده الناس بتشتغلها غلط، لان الناس فاكره ان انا بمجرد ان انا احط جرعه نيماتوده في التربه كده انا اضيف على النيماتوده، انما هي محتاجه طبعا متابعه باستمرار على مدار الموسم. جميل. طيب انا عايز اسال سؤال بس الاول، بالنسبه للتغذيه هنا بتاعت الشجره احنا معتمدين على طول جي ار مظبوط؟ طيب المفروض يبقى في كام خط حوالين الشجره؟ لو انا هشتغل على الشجره انا بحدد الاول كميه الميه اللي الشجره محتاجاها على حسب العمر وعلى حسب التوقيت. يعني الشجره الصغيره مثلا محتاجه تقريبا من 10 ل 15 لتر في اليوم. الشجره الكبيره دي ممكن توصل لحد 100 لتر في اليوم. احنا بس عايزين نفتح موضوع تاني واعتقد احنا فتحناه قبل كده في الحلقه، وبرضه حضرتك تقول لنا رايك فيه ايه بالنسبه لشجر الليمون. احنا طبعا اتعودنا قبل كده ان احنا نتكلم ونقول ان افضل طريقه لري الشجر في المناطق اللي هي الصحراويه ان احنا بنحط خطين جي ار حوالين الشجره. الموضوع مش بس لتوفير الكميه اللازمه من الميه عشان الشجره واحتياجاتها، ولكن احنا بنتكلم عن نقطه مهمه جدا، وجود خطين جي ار باربع نقاطات حوالين الشجره، الموضوع ده هيوزع الملح وهيوزع التسميد اولا بشكل جيد، ثانيا هيخلي عندي مشاكل الملوحه تقل في التربه، وهيعالج لي مشاكل الملوحه، لان معروف ان المكان اللي هيبقى فيه ميه هيبقى فيه يعني غسل للتربه وهيبقى تبقى منطقه عذبه، الجنب الثاني من الشجره على طول هيبقى المنطقه الملوحه فيها عاليه، وبالتالي هنعاني من مشاكل الجذور في المنطقه ديت. ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لمقاومه موضوع النيماتوده،
طبعا احنا زي ما احنا عارفين اعزائي المشاهدين واتكلمنا معاكم قلنا ان الاشجار قبل كده الجزء الاول من الجدر القريب من الساق دايما بيكون متخشب ونسب الامتصاص فيه بتبقى قليله، لكن دايما الامتصاص العالي بيبقى في طرف الجدر وفي الشعيرات الجذريه اللي في الاخر، هي دي اكتر حاجه بتنقل السوائل والمغذيات للنبات. اذا لما بنحط خطين الجي ار بتوعنا كل وقت مجرد ما الشجره بتاعتنا بتبتدي تكبر بنوسع خطوط الجي ار لحد ما توصل لاخر ظل الشجره، لما بتوصل لاخر ظل الشجره ده معناه ان انا بارغم الجذر بتاعي برغمه غصب عنه ان هو يمتد معايا لمناطق بعيده، المناطق البعيده الجديده ديت هتكون مناطق خاليه من النيماتودا لان النيماتودا دايما هتكون متركزه حوالين الساق وفي المنطقه الرطبه اللي بالظبط تحت الشجره، يبقى انا لما برغم الجذر بتاعي ان هو يمتد بعيد شويه عن الشجره انا بدي فرصه كمان ان انا اخفف من اصابات النيماتودا. هل مجموعه المعلومات اللي انا قلتها دي سليمه ولا مش مفيده في زراعه الليمون؟ لا معلوماتك ما شاء الله يعني قيمه جدا ومفيده جدا. احنا بس عايزين ناكد يبقى ده من ضمن اساليب المكافحه للنيماتودا. يبقى احنا كمان مش بس نشتغل بالمركبات ده احنا في اجراءات كمان ممكن نعملها تخفف علينا الوطأه شويه بتاعت النيماتودا ويعني الشعيرات الجذريه تمتد في مساحات جديده خاليه من المشكلات. طيب بالنسبه طبعا النيماتودا في الارض الرمليه هنصاب بيها احنا عارفين. عفان الجذور هي المشكله على طول الملاصقه للنيماتودا، فخلينا برضو نشوف مع حضرتك اجراءات استثنائيه جديده افكار جديده بره الصندوق نعالج بيها مشكله عفان الجذور. هو طبعا المشكله في الري زياده الرطوبه في محيط الجذور ده طبعا محدد النيماتودا، يعني رطوبه عاليه مع درجه حراره عاليه لازم هيجي امراض فطريه. فطبعا انا لازم اراعي ان انا مرويش اولا في الحر علشان خاطر ما ارفعش نسبة الرطوبة في محيط الشجرة. يا اما الري يبقى بالنهار يا اما يبقى بالليل. تاني حاجة طبعا كمية المية ما تبقاش كتير جدا يعني. البي اتش طبعا له علاقة بالامراض الفطرية وعفان الجذور. طيب هل البي يعني هل قلوية التربة او حامضية التربة طبعا لهم علاقة بعفان الجذور؟ طب انه بيئة اللي اصلا بتوفر موضوع يعني انتشار الفطريات، هل هي البيئة القلوية ام البيئة الحمضية؟ هو البيئة الحامضية غالبا هي الوسط المناسب. الوسط المناسب. طيب يعني احنا اذا بشكل او باخر ابتدينا نشتغل مثلا بمعالجات للبي اتش بتاع التربة يبقى احنا كده خففنا من عفان الجذور؟ لو عالجنا ايه؟ يعني موضوع الحامضية الزايدة اللي في التربة، هل احنا كده نبقى يعني عالجنا مشكلة يعني سهلنا موضوع حل عفان الجذور؟ بنقلل شوية من النمو الفطري يعني. طيب إذا فكرنا في معالجات الحموضة والبي اتش، إيه هي المركبات اللي ممكن تفيدنا عشان نقلل الحامضية بتاعت التربة شوية؟ عشان نزود الحامضية. احنا عايزين نزود عشان نقي نفسنا من المشكلة ولا نقلل الحامضية؟ لا احنا عايزين دايما البي اتش يبقى متعادل يعني من 5.5 تقريبا ل 6.5. جميل، يعني اذا لقينا الحامضية نشوف حاجة تشيل الحمض، اذا لقينا القلوية عالية نشوف حاجة تشيل القلوية بحيث ان احنا نوصل تقريبا لبي اتش 7 على قد ما نقدر او نقرب من الرقم ده. تمام، وغالبا الارض الصحراوية غالبيتها اصلا قلوية، بي اتشها اصلا اعلى من 8 يعني. فاحنا دايما ان احنا بنقلل البي اتش بالاحماض. يعني يعني اذا الارض القلويه هي اللي بتحصل فيها المشكله مش الحامضيه. تمام، القلويه هي اللي فيها المشكله. فاذا شغلي بالاحماض هيبتدي يعالج القلويه ديت ونقلل كده متعادله فنخلص من مشكله النيماتودا ونخلص من مشكله جميل.